استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات الاحتفال بذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى أرض مصر. وعقب افتتاح المعرض تم عقد جولة بتقنية الواقع الافتراضي لمعايشة الرحلة التاريخية من داخل محطات تاريخية وأثرية كانت من ضمن مسار العائلة المقدسة. عندنا رحلة العائلة المقدسة في مصر فيها نقط كتير جدا شبيهة بالنقط اللي موجودة في القدس. ليه احنا ما ندعمش الجزئية دي بحيث ان احنا نجهز هذه الاماكن لاستقبال السياح من جميع انحاء العالم، استقبال جميع السائحين من جميع انحاء العالم على انهم يقدروا يزوروا الاماكن دي ونحولها لهم لقصة من اول ما السيد المسيح وصل ارض مصر لحد ما خرج منها. رسمت السبع المسارات وشاركت في أكبر معرض ديني مع جمعية ائتلاف التراث، وكان الرئيس الشرفي ليها معالي المستشار عادل حسين، ورحنا شاركنا في أكبر معرض ديني والأول من نوعه في مدينة فيشنزا في إيطاليا. دعانا قداسة بابا الفاتيكان لدعوة في قصر الفاتيكان، وقداسة البابا توادروس الصراحة مشكور بعتنا وفد كبير جدا من الكنيسة حضرة المعرض. أرض مصر والمصريين كمان احتضنوا العيلة المقدسة وكانوا معاهم في كل خطوة، فأنا فخورة أني مصرية وفخورة أن احنا بنحتفل الاحتفال النهاردة في متحف الحضارة المصرية، وفخورة أن ده حدث قومي وحدث وطني لأن الكنائس كلها احتفلت بيه، ودي حاجة عظيمة، وإحنا بنحتفل موازياً مع الكنائس كلها بهذا الحدث لأننا كلنا مصريين وكلنا فرحانين بهذا الحدث. المسار ده على الأقل هيشغل نسبة شباب كتيرة جداً كمنتج، نقدر أن كل الشعب يشارك في المنتجات اليدوية في كل بلاد مصر، من عندك من أول ما جينا من سينا للمزارات كلها لكل الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة، مروراً شمالاً وجنوباً لغاية لما وصلنا لغاية دير المحرق في درونكا.